اخد كلام معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي الخاص بنا عن الفرق الصاعده، وقد اكتمل عقدهم بقرار لجنه المسابقات اللي انفردنا بيه. كل رؤساء الانديه بيبعتوا لي يا جماعه وكانه يوم فرح، احنا قلبنا السكريبت. القرار جالنا على الهواء بتاع لجنه التظلمات، على فكره جالنا على الهواء. يعني بشكر معالي المستشار محمد عبد صالح ان يخصنا بذلك، ومجلس اداره الاتحاد سيتخذ قراره بتنفيذ قرارات لجنه التظلمات فورا، لان لا تعقيب عليها ولا يحق لاحد الا الاتحاد الدولي فقط بعد لجنه التظلمات عليك وعلى المحكمه الرياضيه او الاتحاد الدولي. طيب ناخد نادي، اخترنا نادي من الانديه، هو برضه هيتكلم، لكن ده انفرادنا ولازم نديله السبق بعد اذنكم. السيد احمد ثابت المحترم، وهو كان شريك معانا طوال الفتره اللي فاتت بصراحه، نائب رئيس مجلس اداره نادي جولدن جيت، وكلام مهم جدا، وعايز اثني على موقفه وتقديره لكل الانديه، وكل الانديه بصراحه تركت الملف في ايدي امينه مع هؤلاء الناس، والشمس كانت امينه جدا عليكم. استاذ احمد ثابت، السلام عليكم يا فندم. استاذ عبد الناصر وعليكم السلام، اهلا بحضرتك واهلا بضيف حضرتك الكرام استاذ محمد مهدي، الاستاذ حسن خلف الله، دكتور مدحت رشدي، وانا اسف الاستاذ علي نصير. اهلا بحضرتك يا فندم واهلا بضيوف حضرتك الكرام. وخليني في البداية زي ما سبق الأستاذ محمد داوود شكر حضرتك وعطى حضرتك حقك، فأنا كمان لازم أشكر حضرتك، لأن أنا كنت شاهد على كواليس الأمر. زي ما الناس يمكن الناس ما تعرفوش إن أنا والأستاذ عبد الناصر زيدان لمدة 10 أيام كنا يوميا مع بعض بالتليفونات وبنتقابل، وأوقات في حاجة كنت بتخلص الحلقة ونتقابل عشان ننسق التحركات، والحمد لله ربنا كان موجود حضرتك بخير. والحمد لله الناس كلها لازم تعرف ان الاستاذ عبد الناصر زيدان كان داعم اساسي للموضوع واخذ الموضوع على عاتقه وكانه موضوعه، فالشكر لحضرتك نيابه عن 24 نادي وعن كل منتسبين يا فندم، والاساتذه المحترمين الاستاذ حسن والاستاذ محمد مهدي دكتور مدحت، الناس دعمتنا واتكلمت، وبصراحه الناس حتى لما كنا بنقعد نتكلم معاها وناخد منها استشارات لم يدخلوا علينا بشيء لانهم كانوا حاسين احنا الصفحه. فشكر حضرتك وشكر موصول للاستاذ اللي مع حضرتك كمان يا فندم. مبروك يا فندم. وانا بحييكم. خلاص انت بقى اهو الصور بتاعتك بعتها لنا وبديت الاعداد وعيدت لعيبتك وما كنتش بتنام الليل انت وال 24 نادي، يعني وديكم يا عم رحتوا في حته ثانيه. وعايز اشكر صديقي عمرو دعبس وحبيبي عمرو دعبس امين الصندوق، كل الناس اعضاء مجلس الاداره لكل نادي كل واحد باسمه، وانا عارف انهم هم كل الصفحات شغاله بتشير والمواقع بتاعتهم، وانا سعيد ان قناه الشمس وباليها هذا الدور الوطني يا احمد، ومبروك انتوا شغالين اهو خلاص كابتن جيوشي ولميت اللعيبه هو من جديد وايدت لك 12 لاعب يا عم الله يسهل لك. والله الحمد لله زي ما كنت بكلم مع حضرتك، احنا كمنظومه نادي جولدن جيت الحمد لله بنخطب خطوات ثابته وعندنا استراتيجيه واضحه للمساهمه في تنميه مجال الرياضه والاستثمار الرياضي في جمهوريه مصر العربيه. وكان دايما تعليمات الاستاذ محمد داوود ان اي مشروع هندخله او اي مشروع هنشتغله لازم يكون توطين للمشروع وبدايته من مصر، والهدف كله بالنسبه لنا هو رد الجميل للبلد ورد الجميل لابناء البلد، وتنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح مجالات الاستثمار للقطاع الخاص لرفع الاعباء عن كاهل الدوله المصريه والتركيز في الامور الاخرى الحياتيه يا فندم. فالحمد لله ربنا كرمنا، واحنا كنادي جولدن جيت بفضل الله كالفريق الاول بدانا معسكر اعداد للقسم الثالث، تعاقدنا مع مجموعه مميزه جدا من اللاعبين، وبفضل الله احنا مستمرين في مشروع الاستثماري بانشاء مدينه رياضيه عالميه على الاراضي المصريه، وخصوصا او تحديدا في محافظه الفيوم لخدمه اهالينا كلهم في محافظات الصعيد، والهدف الاساسي منها هو اتاحه الفرصه لابنائنا في محافظات الصعيد والمحافظات الاولى بالرعايه لابراز مواهبهم ورفع اي اعباء ماديه عن كاهل ذويهم، علشان خاطر زي ما حضرتك عارف دايما كانوا بيقولوا لنا الموهوب فقير، ودي نعمه منا من الله عز وجل علشان الشاب او الجرم او الموهوب يساهم في تنميه اسرته وتنميه وطنه ومجتمعه، وده دورنا ومش منا ولا فضل مننا، ولكن ده واجب علينا زي ما اتيحت لنا الفرصه داخل الدوله المصريه، ان لما يجي علينا الدور نتيح الفرصه اخرى لابنائها من الدوله المصريه
علشان خاطر هي دي دايره السير، وهو ده اللي بيتم دايما في جمهوريه مصر العربيه، وفتح المشاريع الجديده وفتح نوافذ جديده للمصريين للتعبير عن مهاراتهم ومواهبهم وقدراتهم وطاقاتهم الفنيه. اشكرك شكرا جزيلا.